الفنان عمرو دياب. أصدقائي وصديقاتي، ويكرم في مهرجان الإذاعة والتلفزيون الرابع النجم الفنان عمرو دياب. مساء الخير، أهلا بيك وألف مبروك. الله يبارك فيك، متشكر. مبروك تكريمك من بلدك الحبيبة. الله يخليك. عمرو دياب، شعورك في تكريمك؟ اتكرمت قبل كده في مهرجان عالمي ودولي، والنهاردة بتتكرم في بلدك، شعورك؟ واحنا بنتكرم، بنتمنى ان احنا نتكرم في العالم كله عشان نتكرم في مصر. يعني هو نلف ونرجع نقول مصر لو كرمتنا احسن من كل الدنيا. الله، جميل الكلام. الله يخليك. لازم تعمل غنوه بالعنوان ده. يا ريت. بيقول مطلعها ايه؟ لا، ما انا قلت انا مهما كبرت صغير، يعني ممكن اقول حاجه ثانيه بقى بعد كده ان شاء الله. كانت جميله جدا اغنيه الافتتاح حقيقي. الله يخليك، متشكر. وان احنا نفتكر كل عظمائنا وعباقره مصر. ما انا بقول المعنى كان جميل، وكان كاتبه شاعر عادل عمر باسلوب جميل، ولحنه الفنان حميد الشاعري، وزعه باسلوب برضه حضاري جديد. وهو المعنى ككل عباره عن ان احنا لولا ما كناش وصلنا دلوقتي، ما كانش فيه قابلين عرفوا وشافهم وعملهم ووصلونا اللي احنا لكده، فلازم نفتكرهم ولازم نبقى معاهم، وفي نفس الوقت احنا مهما كبرنا لسه صغيرين.